ولذلك يا جماعة الناس تشكر الله سبحانه وتعالى الآن في ابتلاء والله غلا وضيق وغير وأشياء، لكن في نعم، في نعم، في غلا لكن ما في عدم. يعني العيش انت بتاكل تراه ما في عيش بتسوي جازفة والراسة كسرة جازفة غايته بتنوم، ما لقيت سوداني واحد أنا رابط حجر انت لاقاه ولا حجر بطارية ما في كلهم ما في. شوف مما تلقى في البلد دي، تلقى المطاعم كافتيريا كدي والمندي شغال وبالصف، وتلقى الباصة شغالة، وتلقى الحاجات دي شغالة والعصائر. ملك المانجا ما لاقاك انت اصلا، ما لاقاك ملك المانجا، ومشكل شغال وحاجات عصائر وكلها شغالة يا جماعة، وقشي ما لاقاك شغال. مما تلقى المطاعم شغالة ومحلات الصعود ذات الحرام دي شغالة، ودي شغال معناها البلد ما بقت جفاف لسه، معناها لسه ما في جفاف. ما طالما ما في نعم زي دي اشكر الله بزيده. والله هسه لو السودان ده جد من اوله لاخره كلمه واحده كلهم كلمتنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شغله دي ما بتفيق، ما وعدي في القران واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم والله الذي رفع السماء. لو جد قالوا الحمد لله بكره تبقى عيشتين ازالني انا، ازالني انا، ما انا مصدق القران. بعد بكره قالوا الحمد لله اربع طوال، لقيت بتمشي الفرم وده بسب وده مضيع الصلاه وده بنبذ وده خاتي السفه وده منتظر واقف في عربيته مشغل غنى وديت متبرجه ودي قبة قايمة وده تبرك بتراب وديل بيسفوا في حاجة برضو وديل بيشربوا في حاجة وديل بيعملوا في حاجة. البلد دي بتمشي لقدام يعني انت يا الله بنعصيك ودينا دي بتجي انت اطيع وقول يا الله افتح عليك انت اطيع الله اطيع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعة الناس تشكر الله وتحمد الله سبحانه وتعالى. الوقفة الثالثة والأخيرة يا جماعة، الزول يوم القيامة محتاج لأمرين، اصلا محتاج الى رحمة الله دي ما فيها شك، لكن من جهة العمل يحتاج الى امرين، الى حسنات والى محو السيئات، صح ولا ما صح؟ لانه رب لان الله تعالى قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، في موازين، ولانه قال فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون في سورة المؤمنون او المؤمنين، وفي سورة القارعة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه شنو هاوية اللي هي النار. طيب طالما انت داير يوم القيامة حسنات وداير يمسح لك السيئات، ومن دعاء الملائكة وقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، سبحان الله وبحمده دي حسنات، أستغفر الله وأتوب إليه دي بتعمل للسيئات، أستغفر الله وأتوب إليه مش بتمسح لك السيئات، فأنت محتاج للأمرين دي. فرجاء يعني مني ومنكم أجمعين أن نكثر من ذكر الله ومن هذا الاستغفار، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، في الطريق في الماء في مناسبة منتظر يجيبوا الغداء جابوا الغداء منتظر الشاي، كثر من الذكر ده، في راكب عربيتك كتر راكب الموتر بتاع، يمكن تموت يعني يمكن تموت تلاقي الله بخير زي ده، سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله.